لن نمر عما يكتبونه مرور الكرام. سنلتقي، سنناقش، سنحلل، سنسبر الأغوار وسنقرأ ما بين السطور، ومن صحافتهم سنقرأ سياستهم. السلام عليكم. في صحافتهم لهذا الأسبوع: ابن العقيد القذافي ينفق مليوني جنيه استرليني على راقصة بلغارية في باريس. وفي صحافتهم: تخوف داخل الكيان الإسرائيلي من أن تتغير اتفاقية الغاز مع القاهرة. ومن ميدان القاهرة إلى ميدان المنارة إلى التحرير وبالعكس، الثورة العربية ستصل رام الله عاجلاً أم آجلاً؟ أهلاً بكم من جديد. في صحيفة هارتس حكاية ابن العقيد معمر القذافي الساعدي التي كانت محط أنظار القارئين. هذه الحكاية تدور حول الساعدي وراقصة بلغارية. ففي العام 2006 تعرف الساعدي القذافي ابن العقيد معمر القذافي على راقصة بلغارية. هذه الراقصة أعجبت بالقذافي الابن بعد أن أنقذها من الحرق حين وقعت على شمعة في المرقص الذي كانت تعمل به في باريس. وظل القذافي الابن يصطحب الراقصة البلغارية لمدة عام ونصف، أنفق خلالها ما يزيد عن مليوني جنيه استرليني. الشيق في الأمر أن الراقصة البلغارية وبعد عام من تعرفها على القذافي الساعدي تشترط إطلاق سراح الممرضات البلغاريات المحتجزات في ليبيا كشرط لزواجها من القذافي الابن. ووفق ما تقوله الصحيفة نقلاً عن الراقصة: عندما أصبحنا حبيبين قل تردده على العاصمة الفرنسية، وكلما جاء إلى باريس كنا نقضي الوقت بالتسوق والمكوث بالفندق في غرفته حيث كان يعاقر الخمر بكثرة. وتضيف الراقصة: عندما أصر على الزواج مني كان الشرط أن يطلق سراح الممرضات البلغاريات المحتجزات في ليبيا، ووعدني بأن يتحدث إلى شقيقه سيف الإسلام الذي كان مسؤولاً عن الملف. في العام 2007 أطلق سراح الممرضات البلغاريات. الراقصة لا تعرف إن كانت هي السبب أم لا. ومع حكاية نجل القذافي نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. اللقاء يتجدد في الأسبوع القادم لنسبر أغوار صحف إسرائيلية جديدة. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. على سياستهم مرور الكرام. سننتقي، سنقرأ، سنحلل وسنسبر الأغوار وسنقرأ ما بين السطور. وفي الختام من صحافتهم سنعرف سياستهم. السلام عليكم. في صحافتهم لهذا الأسبوع:
ابن العقيد القذافي ينفق مليوني جنيه استرليني على راقصة بلغارية في باريس. وفي صحافتهم تخوف في داخل الكيان الإسرائيلي من أن تتغير اتفاقية الغاز مع القاهرة. ومن ميدان القاهرة إلى ميدان المنارة إلى التحرير وبالعكس، الثورة العربية ستصل رام الله عاجلاً أم آجلاً؟ أهلا بكم من جديد. في صحيفة هآرت، حكاية ابن العقيد معمر القذافي الساعدي كانت محط أنظار القارئين. هذه الحكاية تدور حول الساعدي وراقصة بلغارية. ففي العام 2006 تعرف الساعدي القذافي ابن العقيد معمر القذافي على راقصة بلغارية. هذه الراقصة أعجبت بالقذافي الإبن بعد أن أنقذها من الحرق حين وقعت على شمعة في المرقص الذي كانت تعمل به في باريس. وظل القذافي الإبن يصطحب الراقصة البلغارية لمدة عام ونصف، أنفق خلالها ما يزيد عن مليوني جنيه استرليني. الشيق في الأمر إن الراقصة البلغارية وبعد عام على تعرفها على نجل القذافي تشترط إطلاق سراح الممرضات البلغاريات على المحتجزات في ليبيا كشرط لزواجها من نجل القذافي. ووفق ما تقوله الصحيفة نقلا عن الراقصة، عندما أصبحنا حبيبين قل تردده على العاصمة الفرنسية، وكلما جاء إلى باريس كنا نقضي الوقت بالتسوق والمكوث بالفندق في غرفته حيث كان يعاقر الخمر بكثرة. وتضيف الراقصة، عندما أصر على الزواج مني كان الشرط أن يطلق سراح الممرضات البلغاريات المحتجزات في ليبيا، ووعدني بأن يتحدث إلى شقيقه سيف الإسلام الذي كان مسؤولا عن الملف. وفي العام 2007 أطلق سراح الممرضات البلغاريات دون أن تعرف الراقصة إن كانت هي السبب أم لا. ومع حكاية ابن القذافي الساعدي نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل لنسبر أغوار صحف إسرائيلية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.